غادي نقول لك راه كاملين كعينه على قبل هذيك الاقصاء، هي راه اقصاء ماشي هزيمه. درنا ماتش كبير الحمد لله، ولكن واحد الجمهور ان شاء الله نحققوا هذا اللقب هذا باش ناديو الجمهور رجع. ذكر اليوم شنك حاولتي تماركي، واش كنتي باغي تصالح مع الجمهور بعد الهدفين اللي ضاعوا ضد الاهلي اليوروتو؟ اخويا راه عادي ماشي شي حاجه اللي، ولكن ان شاء الله نتصالحوا مع الجمهور باش نديو البطوله ونتصالحوا مع الجمهور ان شاء الله. بعد جمال الرجاوية ديما بالألقاب، وإن شاء الله الرجا ما يخرجش بزيرو الألقاب، إن شاء الله نخرجوا بحال الحمد لله. أب أنا ديما أصلا كنت أهبط، ديما كنت واجد، وأنا وقت ما وقفوا علي أنا راه واجد. شكرا.